مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه سيدني وايت. الفيلم بيبدأ بشوية عمال شغالين في بيت تحت الإنشاء، بيجمعوا مبلغ من المال علشان يشتروا لابتوب لبنت اسمها سيدني بمناسبة دخولها الجامعة اللي كانت والدتها فيها، وبيكون والدها فرد من العمال دول وبيقدم لها الهدية، وبتكون مبسوطة جدا وبتشكرهم كلهم وبتقول لهم انهم هيوحشوها لما تروح الجامعة، وبتبدأ تودعهم. بتحكي لنا سيدني عن حياتها، وبتعرفنا ان والدتها توفت وهي صغيرة ووالدها اعتنى بيها من صغرها، وبيجي اليوم اللي هتروح فيه سيدني الجامعة، بيوصلها والدها للأتوبيس وبيودعها، وفي الطريق بتطلع جواب كانت والدتها كاتباه قبل ما تتوفى، بتقول فيه إنها فخورة جدا ببنتها، وكمان بتشوف صور والدتها وبتتأثر جدا. بتوصل سيدني الجامعة وهناك بنشوف ريتشل، بيبان عليها إنها بنت متكبرة، وبنعرف كمان إنها رئيسة جماعة اسمها كابا، وإن الجماعة دي هي نفسها اللي كانت فيها والدة سيدني، وكمان بنعرف إنها متصنفة رقم واحد في الجمال على مستوى الجامعة كلها. بتروح سيدني غرفتها الجديدة، وهناك بتتعرف على دينكي، ولما بتقول لها سيدني إن والدتها كانت في نفس الجامعة وكمان كانت رئيسة جماعة كابا، بتندهش دينكي وبتقول لها إن هي كمان والدتها كانت رئيسة لنفس الجماعة، فبيفرحوا بسبب الصدفة دي. وبتقول لها دينكي إن في حفلة النهاردة بخصوص أول يوم في الجامعة، وبيقرروا يروحوها مع بعض. في نفس الوقت بتكون ريتشل في اجتماع في الجامعة بصفتها رئيسة مجلس الطلاب، وبتكون مستنية شاب وسيم اسمه تايلر عشان تبدأ الاجتماع، وبيبان عليها إنها معجبة بيه بس هو مش بيبادلها نفس الشعور. بتبدأ الاجتماع وبتقول إنها بتخطط تبني مركز ترفيه جديد في الجامعة، وإنه هيكون بدل مبنى جماعة اسمها فورتكس، وإن والدها ووالد تايلر هيتكفلوا بالمصاريف، ومش فاضل بس غير إن جماعة فورتكس يسيبوا المكان عشان يهدوه ويبنوا المشروع الجديد مكانه. بيخلص الاجتماع وبتروح ريتشل تكلم تايلر وبتطلب منه يرجع لها تاني بعد ما انفصلوا، بس هو بيكون مش مهتم وبيسيبها وبيمشي. في الوقت ده بتكون سيدني وصلت الجامعة مع صاحبتها عشان يروحوا الحفلة، وهناك بيكون تايلر قاعد مع أصحابه اللي بيبقى فيهم شخص مش لطيف، بيحدف الكورة على ولد ماشي في الجامعة، وقبل ما تصطدم بوشه بتمسكها سيدني على آخر لحظة وبتحدفها عليه تاني بكل قوتها، فبيستقبلها بوشه وبيقع. وهنا تايلور بيعجب بشجاعتها وبيروح يتكلم معاها ويتعرف عليها، وبيعرض عليهم انه ياخدهم في جولة للمكان ويعرفهم على الجامعة اكتر، وطبعا بيوافقوا. بيعرفها تايلور على اسماء الجماعات اللي موجودة في الجامعة، ولما بيوصلوا عند مقر جماعة كابا بتعجب بيه سيدني جدا، وهنا بتسيبهم صاحبتها وبتمشي، وبيفضل تايلور يتكلم مع سيدني وبيبان انهم معجبين ببعض، وبتاخد ريتشل بالها منهم وبتتضايق. بعدها بتتجمع باعضاء جماعة كابا وبتقول لهم ان النهارده هيستقبل بلو بنات جديدة، وإن في بنتين فيهم كانت والدتهم رؤساء للجماعة دي زمان، واللي يلاقيهم ياريت يبلغها. بعد كده بيدخل المكان البنات الجديدة وبتكون سيدني منهم، وهناك بتتعرف على بنتين، ولما بيعرفوا إنها البنت اللي بتدور عليها ريتشل بياخدوها لها بسرعة. بتكتشف ريتشل إن دي البنت اللي كانت واقفة مع تايلور، وده بيخليها متضايقة وغيرانة، بس طبعا مش بتبين ده. بعد شوية بتتكلم سيدني مع شوية بنات وبتحكي لهم إن تايلور اتكلم معاها وإنه كمان وصلها، فبيحذروها وبيقولوا لها تبعد عنه لأن ريتشل بتحبه وهتأذي أي حد يقرب منه. بعدها بيسألوها عن وظيفة والدها وبتتحرك تقول لهم إنه مجرد عامل، فبتقول إنه رجل أعمال، وبعدها بيمشوا عشان يناموا. وتاني يوم بتصحيهم ريتشل بطريقة مزعجة وبتقول لهم إن ده وقت أول اختبار ليهم عشان يدخلوا جماعة كابا، وإنه قدامهم ربع ساعة كل واحدة فيهم تتعرف على شاب جديد وتاخده معاها المطعم، فبينزلوا بسرعة وبتبدأ كل بنت تدور على حد عشان تتعرف عليه، وبتتفاجئ سيدني إن مبقاش فيه غيرها في المكان ومفيش ولاد حواليها، وفجأة بتلاقي شاب مستخبي في شجرة بيقول لها إنه خاف من منظر البنات وهم بيجروا ناحيته فاستخبى منهم، وبتطلب منه يروح معاها المطعم وبيوافق، وبيوصلوا متأخرين شوية. بيبدأوا ياكلوا ويتكلموا شوية وبتعرف إن اسمه ليني، وبعدين بتقول لهم ريتشل إنها عاوزاهم في موضوع، ولما بيتجمعوا بتقول لهم إن تاني مهمة ليهم هي إنهم يسيبوا الشباب اللي اتعرفوا عليهم بأسوأ شكل ممكن. طبعا سيدني بتتضايق لأنها ما بتحبش تأذي حد بس بتكون مضطرة. بتروح سيدني وبتقول ليني يستناها في حمام السيدات عشان عايزة تقوله على حاجة، وهو بيصدقها وبيروح، وبيفضل مستنيها وقت كبير، ولما بيخرج بيكتشف ان كلهم مشيوا وكمان دبسوه في دفع الفاتورة. تاني يوم بيكونوا الطلاب في محاضرة والدكتور بيسأل سؤال وبتجاوب عليه ريتشل، بس سيدني بتجاوب على نفس السؤال بإجابة أحسن منها، فبتزيد غيرة وبتتعصب. بتروح سيدني ليني عشان تعتذر له على الموقف السخيف اللي عملته معاه، بس بيفضل متضايق منها وبيمشي.
بتتجمع ريتشل بالبنات عشان تقول لهم إن بكرة حفلة مهمة وإنهم هيختاروا بنت بشكل عشوائي عشان تلبس فستان من فساتينها، وبيقع الاختيار على سيدني. وطبعاً ريتشل بتتضايق جداً. بتروح سيدني مع ريتشل علشان تاخد منها الفستان، وبتعرف هناك إن في قائمة لأجمل البنات في الجامعة وإن ريتشل هي رقم واحد، وبتقول لها بكل غرور إن البنات الجداد عمرهم ما بيتصنفوا في القائمة دي. بس بتتفاجئ ريتشل وأصحابها إنها بالفعل في القائمة وإنها رقم 213، وهنا بتتضايق ريتشل أكتر. تاني يوم بتبدأ الحفلة وبتكون سيدني في منتهى الجمال، وكمان بيعرض عليها تايلور إنه يرقص معاها وبتوافق، وبتبقى ريتشل هتموت من الغيرة. بعد شوية بتبدأ ريتشل تعلن عن البنات الجديدة اللي هينضموا لجماعة كابا، ولما بيجي دور سيدني بتقول لها إنها مرفوضة ومش هتبقى معاهم في الجماعة، وده لأنها كذبت عليهم بخصوص وظيفة والدها، وكمان اتأخرت يوم المطعم هي والشاب اللي معاها، وبكده هي اخترقت قوانين الجماعة. فبتطردها ريتشل وكمان بتطلب منها فستانها، فبتقلعوا سيدني وبترميه لها وبتخرج من المكان. بتكون سيدني حزينة جدا وبتبقى قاعدة في المطر قدام مقر جماعة فورتكس، واللي بيكون ليني واحد منهم، ولما بيشوفها بيخرج لها وبيعرض عليها تدخل علشان المطر، فبتوافق وبتشكره جدا. بيبدأ ليني يعرفها على صحابه، وبيكون شكلهم غريب جدا وتصرفاتهم كمان. وبعدين بتاخد سيدني بالها ان المكان قديم جدا ومش مترتب ومحتاج اصلاحات، فبيقول لها ليني ان ده بسبب اهمال الجامعة ليهم، وان ريتشل بتاخد كل الدعم لحساب جماعتها. ولما بتخلص بتروح عشان تنام، بتتصل بوالدها عشان تحكي له اللي حصل، بس لما بيرد ما بتبقاش حابة تضايقه، فبتقوله انها كويسة وكل حاجة بخير. بتروح سيدني الجامعة وهناك بتقابل تايلور، وبيعتذر لها على كل اللي حصل في الحفلة، فبتقوله انها مش مهتمة بالحفلة ولا بجماعة كابا، وكل اللي مهتمة بيه دلوقتي هو جماعة فورتكس. وبتلاقي بعدها ان انتخابات مجلس الطلاب قربت، فبتقرر سيدني انها تترشح بالنيابة عن جماعة فورتكس عشان تساعدهم ويقدروا يصلحوا المقر بتاعهم. في نفس الوقت بتشوف ريتشل قائمة الجمال بتاعتها، وبتكتشف ان سيدني بقت رقم 21، وده بسبب انها قلعت الفستان في الحفلة، فبتتعصب جدا. ولما بتروح سيدني بمقرها الجديد بتقول لهم على فكرة الترشيح، بيبقوا مترددين في الاول بس بعد كده بيقتنعوا بيها وبيوافقوا، وبيبدأوا يهتموا بالفكرة ويشتغلوا علشان الحملة الانتخابية. وبعد فترة بترجع ريتشل تشوف القائمة تاني، وبتكون هي لسه رقم واحد، بس بتتفاجئ بوجود سيدني بعدها بالظبط. بتبدأ الانتخابات وبيكون مفيش حد مهتم خالص بجماعة فورتكس، وهنا بتيجي فكرة لسيدني وبتقرر تخلي المشروبات والأكل مجاني. ولما الناس بتسمع كده بيروحوا لها عشان يسمعوا خطتها، وفي الوقت ده بتظهر ريتشل وبتقول لسيدني إنه مفيش حد بره جماعتها بيكسب الانتخابات دي. فبتفكرها سيدني إنها قالت نفس الكلام عن قائمة الجمال وإنها دلوقتي رقم 2، فبتتضايق ريتشل وبتمشي. بعد كده بتكون سيدني في المكتبة وبتلاقي مشهد رومانسي بيحصل قدامها، فبتستغرب وبيطلع إنه تايلور، وكمان بيطلب منها تخرج معاه وبتوافق. بيخرجوا سوا وبيقضوا يوم جميل جدا، وبيعرفوا هما الاتنين إنهم بيحبوا بعض، وبعد كده بيوصلها وبيمشي. بيرجع تايلور البيت وبيلاقي ريتشل مستنياه، وبتسأله على خروجته مع سيدني، فبيقول لها إنه بيحبها ودي حاجة ما تخصهاش، فبتقوله إنها مش مهتمة، هي بس بتفكره بمركز الترفيه اللي المفروض يبنوه مكان مقر الفورتكس، وبعدها بتخرج. ولما بترجع البيت بيكون في خبر فظيع مستنيها، بتعرف إن سيدني بقت رقم واحد في قائمة الجمال، وهنا بتصرخ وبتتصدم صدمة حياتها، فبتقرر تقضي عليها. بعدها بيزور تايلور جماعة الفورتكس، وبتكون سيدني معاهم ومش حابين يقابلوه، لكنها بتقنعهم إنه شخص جميل وعكس ما هم فاكرين تماما، ولما بيتعرف عليهم بيقضي معاهم وقت لطيف وبيحبوه قوي. ولما بيخلصوا بيعزمهم على حفلة تاني يوم. بتبدأ الحفلة وكالعادة ريتشل متعصبة وغيرانة، وهنا بتفكر ازاي تضايق سيدني، فبتروح لها وبتقول لها ان الجامعة خلاص وافقت على فكرة المركز الترفيهي واللي هيبنوه هي وتايلور مكان جامعتها، وكمان قرار ازالة المقر بتاعهم صدر خلاص. فبتستغرب سيدني من كلامها وبتحس ان تايلور خزلها ومش بيعرف يبرر موقفه طبعا، فبتمشي وهي حزينة جدا. ولما بيوصلوا المقر بيكتشفوا ان الكلام ده صح وانهم لازم يسيبوا المكان. بتمشي سيدني وهي حاسة بالهزيمة، وبترجع لوالدها وبتحكي له كل حاجة، لكنه بيشجعها وبيفكرها ان والدتها كانت شجاعة وانها لازم تبقى زيها. بتقتنع بكلامه وبتقرر ترجع تكمل اللي بدأته، وبتوصل تاني لأصحابها وبتقول لهم انهم هيكملوا خطتهم وهينتقموا من ريتشل، بس هم بيكونوا محبطين جدا، لكنها ما بتستسلمش وبتفضل تشجعهم لحد ما بيقتنعوا بكلامها. بتكمل سيدني وباقي الفريق خطتهم وحملتهم الانتخابية اللي بتنتشر بشكل كبير والناس كلها بتعجب بيها، وبتشوف ريتشل اعلاناتهم في كل حتة. بعد كده بيظهر تايلور وبيقول لسيدني انها فهمته غلط، بيعتذر لها وبيطلب يساعدهم في حملتهم وبيشجعها، فبتقول له انها مصدقاه وبتسامحه.
وبيكون ده آخر يوم قبل المناظرة اللي هيعلنوا بعدها الفائز بالانتخابات. بتحس ريتشل إنها هتخسر الانتخابات بسبب حب الناس لسيدني، فبتقرر إنها ما تسكتش وبتروح لهاكر وبتدفع له فلوس عشان يختار الجهاز سيدني ويمسح من عليه كل ملفات الانتخابات، وبكده ما تقدرش تعرض أي حاجة في مناظرة بكرة وبالتالي هتخسر. وبالفعل بيقدر الهاكر يعمل كده وبتتمسح كل الملفات على جهاز سيدني، وده برضو ما بيوقفهاش ولا بيحبطها، وبتقرر إنها تفضل صحية وتشتغل لتاني يوم عشان تعيد كل اللي اتمسح من الأول. بيجي وقت المناظرة وسيدني مش موجودة وبتبقى في المكتبة نايمة على نفسها، فبسرعة بيروح لها تايلر وبيقول لها انها اتأخرت وبياخدها وبيروحوا. بتبدأ المناظرة، ولما بيجي دور سيدني عشان تتكلم بتلاقي فجأة الجماهير بتظهر من كل حتة بيشجعوها وبيدعموها، وبتكسب سيدني الانتخابات. بتكون سعيدة جدا هي وفريقها وكل الجماهير. بتمشي ريتشل وهي في قمة حزنها، وهنا بيوقفوها صحابها في الجماعة عشان يقولوا لها انها انسانة انانية ومتكبرة وانهم قرروا يعزلوها من منصبها، وبكده تبقى سيدني كسبت وبتبدأ في ترميم مقر جماعة فورتكس. بيجي تايلور وبتعترف له بحبها وبيكملوا حياتهم مع بعض. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.